بس بقى يابا، واقفين على المسرح وهنتكرم. فحصل ماس كهربا، فالمسرح كله اتفحم بالفندق وهدومنا اتقطعت. ايوه هدومنا بقى لما اتقطعت يابا مشونا من الفندق عشان كان منظرنا غلط وفي اجانب. هو هيفضل يضحك كده كتير ولا ايه؟ بعدين يا حورة ده بقى له 10 دقايق بيضحك. فاضل له 5 دقايق ويسكت. ابويا وانا عارف. طيب. فاضل دقيقتين. يعني في الاخر طلعتوا من المولد بلا حمص. ايوه. انت فرحان ليه يابا كده؟ فرحان على خيمتكم التقيلة. بقول لك فكينا قنبلة وقفشنا قتال قتلة، تقول خيمتكم؟ يعني في الآخر فشلة برضه، زي ما روحتوا زي ما جيتوا، استلقوا وعدكم بقى من جزمة، ده انتوا هتستمنوا إن القنبلة تكون فرقعت فيكم. يظهر إن احنا ضيعنا وقتنا مع قهوجي. يلا يا جدعان، يلا أنا هموت وأنام أصلاً. أنا كنت متأكد إن أنت هتقول كده، هنام قبل ما تستحمى، من ساعة ما القنبلة انفجرت فينا هناك والهباب جه في وشنا وأنا مستني اللحظة دي. والله العظيم هستحمى في العيد. العيد فاضل له 7 أشهر، 7 أشهر هنشوف وشك كده؟ ماشي. بس خلاص. سيبوكم من الأغواشة بقى اللي أنتوا عمالين تعملوها دي، مين اللي هيحاسب القهواجي؟ تصدق يالا أبوك قطعت لوا؟ اجري يالا. استنى هنا. حساب اصحابك. ليه كده يابا؟ ضدنا غالي ولا انت ضدنا ولا ايه؟ ليه يا رب خلفتي طلعت صبيان؟ هما مين؟ اتكلمي. هما مين؟ هما مين؟ هما مين؟ ايه هما البيعه؟ طيب اللي مش هقول العيال منه كان عارف هيدفع الثمن حياته. ايوه يعني ايه المقابل؟ مقابل ايه يالا؟ بقولك لما خيري جزمة يجي يخبط على الباب قول له ما شفتهمش وما عرفش عنهم حاجة. انت ايه معرض حياتي المهمة للخطر على الفاضي؟ يا استاذ بكر اسكت انت. اسمعني. طيب يا عم اخرس، مش عايز اسمعك. تعال رخب زي اخوك. بس يا ابنها. بس بص يا بكر، احنا ما بنهزرش دلوقتي، احنا بنتكلم بجد. فين الهزار ده؟ انا اصلا ما ابتزكوا. ها انجزوا، هتدفعوا ولا لا؟ طيب الغيتي نهار اسود، الجزمة وقعت في الشارع يا وقعت في الشارع، وتقوم تديله بالقلم على وشه ده خليه فوق. معلش محتاجين للتافه ده. بص يا بكر يا حبيبي، ده كل ما املكه من الحياة، جنيه و5 دولار. انت عبيط، جاب لي ورقة من بنك الحظ عايز ناخدها. طبعا هاخد الجنيه. ما شاء الله ذكي زي اخوك. يلا يا ابني انت قلبني نفسك. يلا حاضر اقلب نفسي يا باشا. حاضر. انت معتوه، انا عايز فلوس. ايه ده؟ ايه الطفل ده؟ يا ده عشان انت راجل كبير مش عايز كهربا. لا بلاش الكهربا، الفواتير غالية اليومين دول. ده انا هدفعك الشريحة العالية. انت ما قلتلك معرفش هما فين. البت ما توكك وعبيل اختي قالت ان هي شافتهم في الحارة. لا دي فاهمة غلط، دول 3 شحاتين جوني وانا عطفت عليهم. وانت جاي تاكل؟ ده انت بتشرب ميه بسكر عشان ما تجوعش. انت ايه؟ ما انا قلتلك انا معرفش هما فين ولا طريقهم ايه. كده قويني يا رب. لسه هيقويك اكتر من كده. هي المنطقة بقت نازلة السمان. ايه الحسنة اللي داخلة علينا دي؟ عم عبد العزيز صح؟ جزمة. الله ينور عليكي. ايوه صحيح يا عم عبد العزيز، انا اماني ام يسرى. جزمة. ايوه عارف، بس مش واخد بالي. انا واخد بالي يا عم عبد العزيز، انا اماني اخت تهاني ام يسرى خالد كونه. اماني
يا حبيبتي اماني، تعالي في حضن عمه زي زمان. يا عم عبد العزيز معلش، انا بقالي 15 سنه ما جيتش الحاره ونسيت البيت فين. بيتنا اهو. لا بيتنا اهو، بيت هاني. بيت هاني هناك اهو. شكرا يا عم عبد العزيز، سلام عليك. جزمة. جزمة يا عم، انت بتحترم نفسك. لا انا اسمي جزمة، رئيس جمهورية المناطق هنا، وده الكارت بتاعي. اعمل لك اي حاجة، انا شاطر اوي في تغيير الانبوبة. يلا يا بنات. طب بقول لك، ما تروحي تقضي مصلحتك وتسيبي معانا البنات. يلا يا بنات. ايه زيزو؟ هو اللي حصل دلوقتي ده كان حقيقي؟ انت انا متخلف يا ايه ده؟ انت بتشتمني؟ بشتم بكتيريا. بحسب. المهم عرفت هتقول ايه؟ يوه ما خلاص بقى، ما صدعناش. أي أوامر تاني يا بكر باشا؟ ماشي وحياة أمك يا بكر باشا. إيه ده؟ تعالوا علم السخافة يا بكر. أيوة. أنتوا مين؟ أنت بكر، صح؟ أيوة أنا بكر، أنت مين؟ لا يا حبيبي أنت ما تعرفنيش، أنا خالتك أماني. خالته؟ وهي إيه اللي فكرها بينا دي؟ ممكن ندخل؟ لا. عسل يا بكوره. تعالي يا بنت يا يمنى انت ويسرى. يمنى ويسرى؟ هي بتكلم بني ادمين ولا بتكلم ايديها؟ ايديها بقى ودانها مش هتفرق. انا عايز احب واتحب يا حورس. الشقه ما اتغيرتش. امك وابوك ما غيروش اي حاجه من ساعه ما اتجوزوا؟ لا. على فكره غيرناها، بس هي دماغها مفوتها. هي امك ما قالتلكش عني خالص؟ ايه ده؟ دي ناقصه. فين الواد كون؟ أماني أماني. إيه يا خالته؟ في إيه؟ يا خالته؟ أنا كونو. كونو مين؟ ابن أختك. أنا عايز أتجوز يا حورس. اليمنى ولا اليسرى؟ الوسطى. يمنى؟ لا يسرى. يسرى؟ لا يمنى. أنتوا هتعفرتونا بقى معاكم أنتوا التلاتة ولا إيه؟ تعالوا يا عيال اطلعوا، دي طلعت خالتي، ما تخافوش. أقرب الحتة اللي في ايدي دي واجي. ما خلاص بقى يا خالته، ما قلتلك عملنا حادثة وكنت داخل اخد دش. حادثة؟ حادثة كفى الا الشر. وبعدين يا اخويا ايه الرقعة اللي في بطنك دي؟ دي؟ دي من الحر. اصل انا جسمي حساس. هو انتوا جايين بقى من المنصورة تقرفونا ولا ايه؟ كنا مسافرين، كنا رايحين كرواتيا. طبعا انت عارفة بقى طريق كرواتيا كله غابات وشجر وكده. في بقى حتة خشبة من الشجر دخلت في الكاوتش فرقعته. هوب نزلت أصلح الكاوتش، تمام؟ طلع عليا أربع عيال زنوج من نيجيريا. تسأليني تقولي لي عيال بتوع نيجيريا جم كرواتيا إزاي؟ أقول لك معرفش. المهم نزلت رحت باصص لهم، تمام؟ رحت مطلع الفرمانش بتاعي عامل حركة المروحة، هوب جايب دماغهم كلهم، العيال وقعت في الأرض وخدت منهم السلاح. بس حيلك حيلك، أنت فاكرني هنصدق الكلام ده ولا إيه؟ ده أنت شبه البورس. تعرفين بورس يعني ايه في اللغة الصينية؟ يعني ايه؟ يعني المقاتل الشهم، بعدين مش بالجسم، ما بروس ليه قد كده؟ أمال بإيه؟ بالمخ، بالفهم. أنا وقفت فين؟ لحد السلاح. لحد السلاح أنا كنت بكذب صراحة يعني، الحقيقة بقى إن أنا كنت ماشي في الغابة في أفريكانو بارك، طلع لي نمر ونمرة، رحت عامل إيه بقى؟ هي ها؟ راحوا جيريو خوفتهم. انا دايما اعمل كده كل يوم، على فكره دي اقل حاجه، انجازات كتير. وانت بقى يا اخويا مالكش في حاجه؟ انا ليا في الفيس. انت عندك فيس؟ لا. بالراحه. ايه ده؟ الله ده كذب. ايه ده مالك يا حلاوه؟ هو انت موقف شعرك فين يا اخويا؟ موقفه على النص يا علمه، تمام؟ ما تلمي رقصاتك يا اماني، وانت تهد يا ابنها، اتلمي يا ابنها. ما تبص يا بنت توهيه، هما اصحابك المعفرين دول يا اخويا جايين ياخدوا عندك الدش. احنا عايزين حد يليفنا وحد يكيفنا. انا هكيفكوا يا حبيبي لو ما احترمتوش نفسيكوا، هكيفكوا. لا حول ولا قوه الا بالله.
وانت يا اخويا بقى فين امك الصايعه؟ راحت في انهي داهيه؟ معرفش، انا لسه جاي من بره. يا بكر، امك راحت في انهي حته؟ شيت، امي راحت تجيب حاجات ومحتاجات والشقلبانات وشومات على الدماغات. ما تحترموني يا جدعان، دول عرضي وشرفي، احترموا رغبتي. وانت ايه اللي جابك يا اماني؟ اخص عليك يا كونو، بدل ما تقولي منوره الدنيا يا خالتي. والصراحه انت منوره الدنيا، انت وجوز الرقصات اللي معاكي دول. رسوح ده اكيد خيري جزمه، لو جه وسال علينا قولي له دول لسه في الغردقه ما جوش. يلا عيال نستخبى. في ايه؟ ده المعلم خيري جزمه طالع عشان اضربه، اصل معاد ضربه جه. وانتوا مالكم خايفين قوي كده ليه؟ ما تمسك نفسك يا اخويا منك لوب. يا لهوي يما، راجل عمال بيخبط على باب زي الجاموسه، انا خايفه. ما هو بيخوف بس يا بنت. ما تستعجل يلا يا كون، الراجل شراني ايه على نفسه. نعم. نعم الله عليكي، اصل انا سمعت صوت استغاثه في الحاره، قلت يا نهار ازرق لا يكون حد جه جنب حاجاتك. اخش اشوف الانبوبه. لا مش شاكرين يا اخي بلغه، مفيش حاجه. بلغه؟ انا اهم من كده بكتير على فكره، انا جزمه. اخش اشوف الانبوبه. متشكرين. يلا يا حبيبي انت وهو، خلاص نزل بح. فعلا امرأة هزت عرش جزمة. طب يلا بقى يا حبيبي عشان احنا عايزين ايه نقعد كده براحتنا. روح استحموا لحسن ريحتكم بقت معبية الشقة. ده بيتنا، ده بيتي، انا اقعد هنا براحتي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. يلا يا بابا يلا عايزين نقعد براحتنا. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي دي هنا، تعالى يا بابا. اقعد يا حبيبي. ما احنا لسه. طب ان شاء الله يا اخي. يلا يا اخي مش هقول لهم كرواتيا جايه ازاي. هي تيجي معاك ان شاء الله. يلا يا ستي. ما انا هقول لهم كرواتيا. نورت. جرايه يا امهم. يلا حبيبي مع الف سلامة. ماشي يا امهم. طردوني طردوني طردوني. ما خلاص يا عم المطرب. ما انا مقهور. معلش، ما احنا لو كنا في بيت راجل على الاقل عندي بيت. يا سلام، وانا اللي قاعد في عشه. جنين اللي قوي النبي يا ابني، اكل جنين. بطل يا ترخمه. اهو ايه يا ابنها، في ايه مدفوق؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص لسه الاكل عجبك يا قبطان؟ وانا في ماليزيا كوالالمبور. هناك يعملوا الفول بصوص السنديور. وفي اسبانيا بقى يوه، على اسبانيا وفول اسبانيا وتحبيشه اسبانيا حكايه. طب والفول الهندي وتحبيشة الفول الهندي؟ ما هي عسل اهي. ايه ده؟ انت ناوي تطفحيني اللقمه ولا ايه؟ انا قلت لك خيب في الملح، تحشيه خالص. خلاص هزود لك الملح. اخبار الواد كونو ايه؟ كونو؟ ايه اللي جاب كونو دلوقتي؟ ما تخليك في ام كونو. طب قوليلي ماتش الريال النهارده الساعه كام؟ لا انا هقوم بدل ما تجيلي ذبحه صدريه. لا ذبحه ايه؟ امال مين يعمل الغدا؟ وطي صوتك بقى يا وليا، وطي صوتك. الله، اوطي صوته ليه يا اخويا؟ ابني فين يا عبده؟ يعني هكون مخبيه زفت جزمه بيدور عليهم، طلعوا شقه كونوا استخبوا لحد اما الدنيا تهدى. يعني انت متاكد ان الواد فوق ولا نزل؟ ولاش عرفني، انا هشوف شغلي ولعوا درايب الحاره. حس حس يا اخويا على الشغل والتركيز، ما تراقب ابنك بدل ما انت مراقب اللي رايحه واللي جايه. ما تبس بقى يا وليا، اسكتي شويه، اطلعي فوق دوروا عليه، يمكن يكون طلع وانا مش واخد بالي.